انا مسلم ارثوذكسي. كل سنه طيب ودايما متجمعين نروح لابونا ديماديوس. انت بقى اللي النهارده يعني انت اللي جمعت الناس ده. ربنا اللي جمع. ايوه طبعا الشيخ رمضان اللي انت شفته ده هو اللي عزمنا على الفطير وهو مصمم ان هو جاي فطير فطير بجبنه بس قلتك ما اكلتش. انا اكلت يعني حاجات ثانيه وكنت جايب كيكه كده والساعه كلها زي ما قلت عنه انه راجل خير وراجل بركه زي ما استقبلنا الحاج ناصر. هي دي مصر. هي دي الناس المصريين الحقيقيين اللي يهمهم السلام. يعني دايما عندنا بنتعلم من سيدنا البابا شنودة كان يحافظ على المنهج واطلب منه وعينك على صدقك. جار جنبك مثلا عايز يعمل حاجه يفتح شباك يفتح بتاع باي ثمن اشتري السلام. اوعى تعمل مشكله مع حد، اوعى تختلق مشكله مع حد. فدايما مصر بالخير ومصر بالسلام. ايوه زي الدعايه المعاصر وزي الشيخ شاهر. الشيخ شاهر الجميل اللي احنا كلنا بنحبه. صوره مصر حضرتك والشيخ صابر والشيخ شاهر وطبعا جنب القصر كان. احكي لنا عن الاعتكاف اللي اعتكفته ال 10 ايام دول. دخلت من المسجد خالص. الشهر الاخير من رمضان عباده الله عز وجل لوحده والدعاء الناس جميعا صلاح الحال وسر الامور ورفع الكرب وكشف الظهر. وخصينا الليالي العشر كلها في هذا العام بالدعاء لفلسطين ولغزه بالاخص حروب هي في العالم. ربنا يرفعها، ربنا سبحانه او السودان سي ربنا يرفع عنه الباس ويجمع بين الامم كلها على كلمة سواء وهي كلمة الخير ونفع الإنسان. ما شاء الله. جناب القس رفعت برضو يعني عايزين نتكلم مع حضرتك شوية عن التفاصيل بتاعت اليوم واجتماعكم مع بعض النهاردة. الحقيقة كان يوم جميل زي ما قالوا أصدقائي اللي ما كناش مرتبين له قوي، لكن بمجرد معرفتي بالصلاة كنت حريص إن أكون موجود. قضينا وقت جميل مع بعض، قابلنا مع شباب وشابات أطفال صغار وصلنا رسالة إن إحنا كلنا إيد واحدة مش ممكن أبدا أي حد يفرقنا. وصلنا رسالة إن مصر عصية على أي تقدير، مصر عصية على أي تقسيم، كلنا مصريين مسلمين ومسيحيين نحب بعض لنا ترابط ناكل مع بعض عيش وملح مش ممكن ابدا اي قوه تمسكنا او تفرقنا. بشكرك طبعا شكرا جزيلا يعني العلامه الكبير طبعا شيخنا الفاضل. لنا رايك النهارده في اليوم واجتماعكم ورايك في الفطير. بصراحه الخروجه مش اماكن ولا يخلات ولا نيل ولا قدره. الخروجه ناس. الخروجه ناس. لان في المسيحيه المصريه بتقول ايه؟ لا يا ابونا بتقول ليس الكنيسة بالمباني والتشييد، الكنيسة بمجموعة الخدامين اللي فيها. بمجموعة الناس المحترمة المؤمنة اللي بتكتب في المكان. لا، لأن الإنسان هو الذي يقدس المكان وليس المكان الذي يقدس الإنسان. وهكذا. ما شاء الله عليكم طبعا. الشيخ شاهر بيصلي الوالد والده المتوفي من 4 شهور فبيعمل له دعاء يعني من قلبه. يوم جميل قوي مع الناس الحلوه المسلم والمسيحي قاعدين جنب مني اهو. ويوم مبارك يوم مبارك وعيد سعيد علينا كلنا. ناس طيبين وناس الحمد لله الحمد لله ودعوه لحد السكر وفاته مسلم ومسيحي. ربنا يرحمه ربنا يرحمه ربنا يرحمه. يلا طبعا فسحه كانت جميله طبعا في نهر النيل ومعانا الاباء الكهنه اهو زي ما حضراتكم شايفين بتفاصيلهم طبعا. وابونا ديماديوس فرحان قوي بالميه. ما هو عالي يا ابونا مش هتعرف تلمسها. نورتنا يا مولانا. ربنا يكرمك. مكانك. مكانك.
ان حضرتك يا مقدم لازم نلبس صوره مع بعضنا كده. يلا يلا صوره على اساس هنا خدوا فسحه في النيل وما شاء الله. خلينا نحط كده يلا نخلي اليخت هات فك هات فك. لا مش دلوقتي مش دلوقتي فك كيلو باميه ليه؟ يلا محمد يلا فيديو صور صور طلعونا بس الباميه باللحمه يا ابونا لسه تعالوا خلفيه المركب بقى الباميه باللحمه طبعا خدوا فسحه في النيل فضيله الشيخ مع ابونا مع الناس الجميله اللي استضافهم طبعا هنا الحاج ناصر العيد بقى سعيد بالناس دي العيد والله بقى سعيد بالناس دي احنا بنكسب كتير وقلبك كل سنه وانت طيب صور ده محمد تعالى من ولا صور ولا محمد من ولا الحلو ده كل سنه وانتم طيبين بقول لك ايه موجوده فيكم دي ايه؟ تعال 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 اسمك ايه؟ مصطفى طيب ماشي يا مصطفى